تتعطل الردود في دروب هؤلاء، فيلجؤون إلى مقاسم الاتصال للاستفسار عما يريدون. ثوان قليلة يأتي الرد الآلي محملاً بكل الخيارات المتاحة. للغة العربية اضغط الرقم 1، For English press 2. بنبرة دافئة ولغة واضحة يجيء صوت المجيب الآلي حتى لحظة إعلامنا عن إقفال الخطوط أو خروجها عن التغطية. إن الرقم المطلوب غير متوفر حالياً، الرجاء المحاولة لاحقاً وشكراً. ما يلفت الانتباه في كل هذه الإجابات غياب أي صوت ذكوري فيها، فما دوافع شركات الاتصال من نهج كهذا؟ وعلام يستندون في تركيزهم على الأصوات الأنثوية؟ دراسات علمية عديدة أثبتت تفضيل صوت المرأة عن صوت الرجل هاتفياً، فهو مهدئ للأعصاب، يمنح السامعين إحساساً بالغاً في الطمأنينة والرضا، يشعرهم بأن هناك من يحرص على مساعدتهم، لا أن يملي عليهم الأوامر والتعليمات كالإحساس المتولد من الأصوات الذكورية. جامعة شيفيلد البريطانية بيّنت في بحث لها أن الحروف الصوتية الأنثوية تشبه الموسيقى والألحان، تحيز علمي واضح يرجعه المختصون إلى المرحلة الجنينية والتفاعل مع أصوات الأمهات. حقيقة ربطت أصوات الذكور في روبوتات هوليوود بأدوار شريرة، وقرنت صوت المرأة تاريخياً بوصول المساعدات، وهذا ما يحصل منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى.